السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. معانا النهاردة ثلاث صور، فيعني إيه ربنا يسهل بقى كده، نحاول إن احنا يعني ما نطولش في أي صورة منهم عشان نمر بطرقات على كل هذه الصور على بعض آياتها. فهنبدأ بصورة النمل، وأول طرقة على أبواب صورة النمل ستكون على قول الله عز وجل: أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا آل لوط، احنا قلنا قبل كده ان الإخراج بالذات كان باين ده في سورة إبراهيم قوي: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ده تمرين مشهور للطغاة والمستبدين والمجرمين في سائر الأزمان، ان أخرجوا. ولذلك سيدنا ورقة بن نوفل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قومك. يعني يا ريتني كنت في قوتي لما يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم. ده النبي عليه الصلاه والسلام كان له مقام في قومه وكانوا بيحترموه وبيسموه الصادق الامين زي ما احنا عارفين. فقال: ما جاء احد مثل ما جئت به الا واخرجه قوم. لكن في سوره النمل العله كانت مختلفه شويه. اول حقيقه كانت صريحه اكتر من اللازم، يعني هو الحقيقه ان هم الاخراج بيبقى عشان كده، عشان طهاره البدن، والأهم منها كمان طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك ومن الأوثان ومن الأدران ومن الجاهلية التي يعني يتقلب فيها أهل الباطل. لكن في سورة النمل قوم لوط صرحوا، قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هي دي مشكلتهم، فقط يتطهرون، دي الجريمة، إن هو بيتطهر. إيه الجريمة في كده؟ كان في كلمة يعني هي قاسية شوية بس هنقولها، يعني: ودت العاهرة لو أن كل النساء زواني. دي الحقيقة اللي احنا يعني لازم نعترف بها، ان لما كنا بنتكلم في سورة النور وقلنا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، ليه يعني هيستفيد ايه؟ ما هو مش هو اللي هيعمل الفاحشة، بس هو هيستفيد انه مش هيحس انه لوحده، مش هيحس ان هو بس الوحش زي ابليس كده، لا: فبعزتك لاغوينهم اجمعين. طب ما انت خلاص رحت لوحدك، ما انت طلعت على النار لوحدك، هم يعني يجوا معاك هيعملوا لك ايه؟ هو كده ده احساس نفسي عند اهل الباطل. وكمان حاجه تانية مهمه، ان بعد فتره من التقلب في الباطل الفطره بتنتكس، بتنقلب المعايير، يحصل انقلاب في المعايير، بدا اللي بيتطهر هو اللي غلطان. طهر ليه؟ النهارده في زماننا ده في حاجات كتير بقت بنفس المعيار، مش شرط بنفس الكلمة، انهم اناس يتطهرون، بس بقت الحاجة الصح، الحاجة الطيبة هي اللي بتستهجن وهي اللي بترفض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا على ده، قال لنا عن السنوات الخدعات: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن. العكس اللي بيحصل، شوف الدنيا اتعكست. اخرجوا آل لوط انهم اناس يتطهرون، المفروض اللي يقعدوا اللي يخرجوا هم اللي وحشين، لا لا لا، ده الطاهر ده هو اللي وحش. الدنيا اتقلبت، المقاييس اتقلبت. سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها امين وينطق الرويبضة. قال هو من الرويبضة؟ قال الرجل السفيه يتكلم في امر العام. المفروض ما يتكلمش، المفروض ده سفيه، ما يفهمش، يتكلم ليه؟ لا، هو ده اللي هيتكلم، وهو ده كمان اللي هيقدم. هنا حاجة اسمها انقلاب المعايير، ان يحصل ان الفاحشة هي اللي تبقى الاصل، وكمان يجأروا بيها. ده في اتكلمنا قبل كده في سورة الاعراف: واذا فعلوا فاحشة او ظلم قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. التدبر لازم توصل للايات ببعض، ولازم ترجع تفتكر دايما اللي حصل في سورة الاعراف واللي حصل في تشوف كده، ده فعلا ده انقلاب المعايير ده قديم، ده موجود من زمان. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه أمانة والله أمرنا بها. وقفة تانية في سورة النمل مع سيدنا سليمان عليه السلام، لما رأى العرش مستقر عنده فقال إيه؟ فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. ماشي، الإحساس بفضل الله وإحساس بشكر النعمة ده حاجة رائعة جدا ومحتاجين نحسها قوي، وهنتكلم عنها أكتر في سورة سبأ إن شاء الله،
احساس بالشكر، شكر النعمه وتامل حالك مع النعمه. لكن هنا سيدنا سليمان قال كلمه عجيبه جدا، قال لي يبلوني أأشكر ام اكفر. وده قيمه مهمه قوي، ان العبد المسدد يحس ان كل حاجه في حياته اختبار. هو هنا بيقول لي يبلوني، بس مش معنى البلاء اللي الناس فاكراه البلاء اللي هو الابتلاء، لا، ليختبرني. انك تحس ان انت مختبر بالسراء زي ما انت مختبر بالضراء، وانك انت هتنجح في الاختبار. شوف سيدنا سليمان، ومن شكر ومن فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. بيقول بيعلم الناس يا جماعه ال- 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 التقدم الرهيب اللي عندي ده، والقوه العظيمه ان انا الاقي العرش في ثانيه قبل ما اقوم من مقامي، وقبل ما يرتد الي طرفي. كل ده ابتلاء، ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى عشان يرى مني خيرا، ليبلوني أشكر ام اكفر. الوقفه الاخرى والطرقه الاخرى على باب من ابواب سوره النمل، في قول الله عز وجل عن الهدهد وهو بيكلم سيدنا سليمان، بيقول له ايه؟ احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. احط بما لم تحط به، هو هنا مين الادنى ومين الاعلى مقاما؟ سيدنا سليمان ملك، نبي، نبيا ملكا، وهدهد حتى مش آدمي، مش بشري، مخلوق وجاي متأخر، ووضعه يعني أقل حاجة إن هو أدنى. ومع ذلك لم يمنعه مقامه الأقل إن هو يقول ما رأى، وإن هو يتكلم بشكل فيه حرية، ويقول أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به، وجئتك من زي. هو إزاي قال الكلمة دي؟ قال الكلمة دي لأن كان فيه نبي صالح عرفهم ان الحق مش حكر على حد، وان مش معنى علو المقام انك خلاص احط بكل شيء، احط علم. لم يحط بكل شيء الا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالهدهد عرف حاجه ما عرفهاش سيدنا سليمان، ايه المشكله؟ لا يعيبه، لا يعيب سيدنا سليمان انه يقبل سيدنا سليمان من الهدهد، يقول له شو المعنى؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ ما قالوش أنت إزاي تقول كده؟ بعض الناس النهاردة لما تختلف مثلا مع حد ممكن يكون فعلا أعلى منك مقاما، سواء في العلم، سواء في الدنيا، سواء في المنصب أو المقام، إزاي؟ إزاي تقول كده؟ إزاي تقول إنك عرفت حاجة مولانا الشيخ معرفهاش؟ إزاي عرفت حاجة فلان الفلاني العظيم من العظماء أنت هتفهم أكتر منه يعني؟ ليه لأ؟ هو مش بيفهم أكتر منه الحاجة، بس أحاط بما لم يحط به. اجيال، في اجيال بتعرف اكتر من اجيال. انا النهارده بشوف اولادي بيعملوا حاجات انا ما اعرفش اعملها، بيتعاملوا مع اشياء انا ما تعاملتش معاها، فطبيعي انه يحيط باشياء انا لم احيط بها. بلاش تكبر، بلاش نحس ان المقام يخلينا اعلى من الناس فمحدش يعلمنا حاجه او نستفيد حاجه جديده. لا، الهدهد هنا خطاب جميل، خطاب مهم، ها هو بيعلمه وبيعلم الأمة كلها إن ممكن تبقى أقل شوية في المكانة، بس تعرف حاجة ما عرفهاش اللي أعلى منك فتقولها وتنصح. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. وشوف الجمال بقى في الإحساس الإيماني اللي عند الهدهد. هو مش بشر، بس عنده إيمان وولاء وبراء وعقيدة أحسن من بشر كتير قوي. هو بيقول له إني وجدت امرأة تملكهم، وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ شوف سؤال الهدهد اللي مليء بالإيمان. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ بيتكلم عن ربنا وبيدل الناس على الله سبحانه وتعالى. الحاجات المستخبية، الرزق اللي مستخبي تحت الأرض ربنا اللي بيخرجهولي. شوف الإيمان اللي عند الهدهد. ويعلم ما تخفون، ما تخفون وما تعلنون. الله، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد عارف بربه، يعرف الله عز وجل ويتحدث عنه ويغار على حرماته. الآيات المهمة اللي عايزين نقف معاها كلمة سيدنا سليمان، فلما جاء سليمان اللي هو الهدايا بتاعت امرأة سبأ أو ملكة سبأ، قال
أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. عزة، محتاجين العزة دي، محتاجين زي ما فاكرين لما كنا بنقول إن كان شعار الأنبياء وتكرر في سورة هود أكتر من مرة وإحنا بنتكلم لا أسألكم عليه من أجر. سيدنا سليمان بيقول أنت جايب لي هدية، أنت بترشيني. الداعية وصاحب الرسالة لازم يكون عنده العزة دي، قضيته إنه مش محتاج حاجة من حد، مش مستني حاجة من حد، ومش عايز حد يديله حاجة أصلا. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ارجع إليهم فلأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. دي من الحاجات اللي ايه اللي اتكلمنا فيها في سورة النمل. ندخل بعدها على طول على سورة القصص. سورة القصص في الحقيقة فيها معاني في غاية الروعة وغاية الخطورة، من أهمها فتح الله. سيدنا موسى عليه السلام اجتمعت عليه أسباب الهلاك في كل مراحل حياته، في كل مراحل حياته من وهو رضيع. تخيل لو بس موجة عالية شوية وهو مرمي في البحر خلاص اتقلب غرق. تخيل لو بس حد من الناس من جنود فرعون اللي جايين يذبحوه شافه هيموت. كل ده اجتمع على سيدنا موسى. بعد كده لما قتل المصري، وبعد كده لما كاد أن يهلك ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل الأوقات دي، بعد كده بمواجهته مع فرعون وإئتمار القوم به ليقتلوه، بعد كده ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وبعد كده البحر من أمامه والعدو من خلفه. كل المراحل دي الله عزيزيك ما ماتش، وربنا فتح له. لأن ربنا مهما كانت المغاليق يفتح متى شاء وحيث شاء وكيف شاء. دي معنى من أهم المعاني اللي لازم نقراها في سورة القصص وإحنا بنتدبرها. وإنت بتتدبر سورة القصص لازم تاخد بالك، شوف كلمة فخرج منها خائفا يترقب. شوف كل حاجة عنده مغاليق في اللحظة دي، خارج من مصر، طريد، شريد، خائف، يترقب، هربان من 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 حكم بالموت عليه، وفي نفس الوقت رايح بلد ما يعرفش فيها حد، مفيش شغل، مفيش رزق، مفيش عمل، وفي اللحظه دي يعني كل شيء يتراكم عليه ويقولها كده بتضرع ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. بعدها على طول فجاءته احداهم تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اول فتح اجر هيجي فلوس اهو، وبعدين اجر بس على ايه؟ على عمل. زي ما قلنا احنا ما بناخدش اجر على الدين، اجر على عمل. الراجل ادى عمل، يجزيك اجر ما سقيت لنا، اديت خدمه معينه فعملت عملا تاخذ اجر. مش بس كده، بعد ما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. يبقى فتح في الامن. بعد ما كان خايف امن فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بعدها اني اريد ان انكحك، فتح في الجواز، فتح اسري. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك عقد عمل 10 سنين. يلا اشتغل. فتح، فتحات توالت، اتحلت مشاكل سيدنا موسى كلها بعد ما كانت مغلقة تماما. ليه؟ لأنه افتقر، افتقر إلى الله وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير. وافتقر في مقام قوة بعد ما سقى. ممكن الواحد بعد ما يعمل عملة زي دي بقى كده وإيه وسقى لهما ثم تولى إلى لا ما تولاش بقى ده أنا عملت عمل كبير وشهم ومروءة. لكن سيدنا موسى تولى إلى الظل، لم يباهي بعمله ولم يتكبر ولم يتعالى بل افتقر. فلما افتقر جاء الفتح من عند الله سبحانه وتعالى. المعاني المهمة جدا برضو في سورة القصص اللي عايز برضو أقف معاها، طريقة الطغاة في السيطرة على شعوبهم. لما جه فرعون وهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الطريقة اللي مسك بيها، إن فرعون على ازاي؟ على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. عمل إيه؟ أول حاجة التفريق وبث الانقسام، انه يعمل تفريق بين الناس. شوف القرآن لما تيجي تتدبر تلاقي الدنيا بتتفتح لك. اول حاجة جعل اهلها شيعا، نعملهم اسماء كتير وطوائف ونزرع بينهم الطائفية ونزرع بينهم الشقاقات، يبقى ايه؟ جعل اهلها شيعا. بعد كده استضعاف طائفة، ما يستضعفش الكل. على فكرة الطاغية ما ينفعش يستضعف الشعب كله،
لازم يخلي فيه ناس مستضعفين وناس يعليهم. ده بيعمل حاجة اسمها اليأس والحقد، والحقد ده يخليه هو فوقيهم ويخلي الشعب يتمزق أكتر وأكتر. استضعاف طائفة بعد كده يبدأ بقى إيه؟ القتل والإذلال، دي من طرق الطغاة والإفساد. إنه كان من المفسدين، من الشعب ده يبقى فاسد، تفسده عشان إيه؟ عشان تقدر تسيطر عليه. من الحاجات الجميلة والمهمة في سورة القصص، من الحاجات الجميلة جدا برضه لازم ناخد بالنا منها كلمة سيدنا موسى عليه السلام وهو بيقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. شوف التجرد، هو بيطلب إن ربنا إيه يبعث له معه أخاه هارون، وكانت منة عظيمة. يقولك أمن الناس على أخيه موسى عليه السلام، تشفع له في نبوة، وكانت علته هنا إيه؟ إنه أفصح لسانه. أولا تجرد، إن هو بيقول إن هو بيتكلم أحسن مني فيجي. مش عيب أبدا إنك تقدم حد أنت تشوف إن هو هيأدي المهمة بشكل أفضل من اللي أنت هتأديه. والحاجة التانية اللي عايزين نستفيدها برضو في التدبر في ده، مسألة فصاحة اللسان. فصاحة اللسان والبيان: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. عايزين ندور على أفضل طريقة يوصل بيها الحق للناس. القضية مش إنك تقول الحق وتجري، لا، أنت عايز تزينه. يعني إحنا مثلا عاملين الحلقات دي وجايين في أماكن بنحاول إنها تكون أماكن جميلة، عايزين نوصل رسالة بشكل جميل. نوصل الرسالة دي مهمة. شوف سيدنا موسى حريص إن يجي واحد ما ممكن يقول لك مهم تقول الحق وخلاص، لا، هو قال له إيه؟ وأخي هارون هو أفصح مني، هو هيقولها أحسن، هيقولها بطريقة. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام جات الأذان، صياغته لما شاف الرؤية كان صحابي، واللي أدن صحابي تاني سيدنا بلال، ليه؟ قال له إيه؟ علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا، صوته أحلى منك، فالناس هتحب تيجي للصلاة وهتحس بالنداء بشكل أجمل. مش عيب أبدا إنك أنت تقدم حد أنت تشوف إن هو يؤدي العمل بشكل أكبر منك. الحاجات الجميلة برضو والمهمة جدا في سورة القصص، سيدنا موسى الكلمة جميلة قوي، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من شكر النعمة إنك أنت تقدم عمل زي ما قلنا، والعمل اللي قدمه سيدنا موسى هنا عمل مهم جدا. مش كفاية إنك ما تكونش مجرم، لازم كمان ما تكونش ظهير للمجرم، ما تكونش عون للمجرم، ما تكونش ولو بكلمة لا تعين ظالما أبدا. ربي بما أنعمت علي فلن أكون. عايزين دي واحنا بنتدبرها دي تاخدها كده، واحنا أنا عايزك تاخد حاجات من القرآن كده، دي شعار في حياتي، دي تاخدها كده تتعلقها عندك قدام عينيك كده، دي أنا أبقى كده. ربي بما أنعمت علي فلن أكون أبدا أبدا مهما كان ظهيرا للمجرمين. هنكتفي بده في سورة القصص، ونظرة أو نظرتين على سورة العنكبوت. من أهم معاني سورة العنكبوت معنى الفتنة، والفتنة في سورة العنكبوت يعني عامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ناس كتيرة بتعتبر أن الفتن كلمة فتنة يعني اجري اطلع اجري، لا، مش ده معنى الفتنه. ناس كتيره فتنه يعني اعتزل، فتنه انها فتنه يعني، لا، ده معنى من معاني الفتنه، معنى اختلاط الحق والباطل، لكن مش ده المعنى الوحيد. من معاني الفتنه الاختبار. فتن الشيء يعني عرضه لحراره عشان يطلع المعدن النفيس اللي فيه. المعدن النفيس بيطلع بالفتنه، فتن الذهب يعني حرق، يعني سخنه لدرجه ان هو ينقى، فالفتنه بتنقي. فالفتنه دي بتبين المعادن، مش كل فتنة بيتجرى منها أو بتعتزل، في فتنة بتواجه ويكون الحل فيها والاختبار الإجابة الصحيحة فيه إنك تثبت أمام هذه الفتنة وإنك تجهر بالحق. فمش كل الفتن يعني مسألة اختلاط الحق بالباطل. ومن أهم الآيات في سورة العنكبوت واللي أختم بيها طبعا لأن الوقت برضو زاد كالعادة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيت. الأولياء دي بقى جاية نكرة للعموم، ناس كتيرة بتتحامى في شبكة العنكبوت، بتتحامى في مالها، في منصبها، في علاقتها، في نسبها، في حسبها، كل ده ربنا بيلخصه لك في كلمة واحدة: كمثل العنكبوت. ما تاخدش ولي غير ربنا سبحانه وتعالى، ما تحماش في حد غير ربنا. فلوسك، منصبك، مالك، علاقاتك، كل ده مش هيفيدك. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الحقيقة
أنا استخسر الصورة وفي آيات، بس خلاص الوقت خلص، فأنا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التدبر وفهم القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.